متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كنتمنى كذلك يا ربي ارفع لنا هذا الوباء وهذا البلاء هذا. كيف ما عرفتوا فالامتحان الجهوي كان البارح واليوم بالنسبة للتلاميذ اللي جاو امتحنوا، الله يوفقهم جميعا وكنتمنوا لهم النجاح. اليوم صحاب ليكونومي دوزوا مادة الاجتماعيات، بطبيعة الحال غنسولوا التلاميذ كيف جاتهم هذه المادة، هذه واش حطوها صعيبة حطوها سهلة، واش التعليم عن بعد كان في المحل ديالو ولا لا. غنسولوا اجيو تابعوا معنا. السلام عليكم، كيف جاتك مادة الاجتماعيات؟ صراحة حطوا لي الامتحان اليوم في المتناول وكنتمنى جميع المواد تكون بحال هكا، حطوا لنا داكشي اللي قرينا يعني مزاد وما نقصوا الحمد لله، يعني راه اللي حافظ غيخرج واللي ما حافظش راه ما غيدير والو. واخا كيفاش جاك التعليم عن بعد وانت كتبريباري في ظروف غير يعني ماشي بحال الظروف ديال السنوات الماضيه؟ التعليم عن بعد باش نجيك اختصار التعليم كيتمحنوا فيه الاساتذه كيتمحنوا فيه حتى حنا كتعلمين ما كنفهموش مزيان، والاساتذه كي يعني ملي كتكوني معاه الاستاذ في الكلاس يعني تقدري توقفي عند شي نقاط ويعاود يشرحهم لك، اما في عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما كنفهموا والو، يعني كيكونوا ثلاثه ولا اربعه ديال الكلاس ما كتقدريش توقفي الاستاذ. وحتى بالنسبه للدراري الصغار كيعطيوهم والديهم التليفونات باش يقراو فيهم، يلقاو كيجيو كيلقاوهم شادين لي جو سو، خاص الام تجي تريح حدا ولدها يعني تخلي الشغل ديال الدار وتمشي تقابل ولدها نهار كامل باش يقرا لها واحد جوج حروف ولا ثلاثه حروف، في الاخر عاوتاني غادي ينسى عليهم. علاش؟ حيت التعليم عن بعد. واخا كيفاش جاك التعليم في الامتحان في زمن الكورونا؟ عياد على خاطرنا وزادوا بهذا التاجيل هذا مرضنا وصحينا واخيرا عفا علينا الله ودوزنا هذه الامتحانات. تبارك الله عليك. غنجيو للام ديالك حتى هي تعاود لينا على التجربه ديالتها في هذا زمن الكورونا معك، كيفاش دوزت الابنه ديالتك البريباراسيون ديال هذا الامتحان؟ اختي هاد البريباراسيون ديال صعيبه عند بنتي وعند جميع التلاميذ صراحه، عن بعد صعيب صعيب بزاف. الدراري الصغار كاع خصوصا مع الدراري الصغار لقينا معاهم مشاكل، كتعطي التليفون باش يدير التمرين كتجي كتلقاه كيلعب شاد التليفون نهار كامل ما تيحفظش حاضي غير الالعاب، حتى الماكله ديال كاش سمح فيها مابقاش باغي ياكل ولا باغي غير شاد التليفون ويلعب، ما تيقراش عن بعد راه ما كيقراوش عن بعد نهائي. يا اما يديروا لينا المدارس حضوري نمشيو نقراو حضوريا، يا اما يلغيو كاع هذا العام هذا ويديروا لنا سنه بيضاء، حيت التعليم عن بعد راه ما تعليم ما والو، ويكونوا متاكدين ان نسبه السقوط غتكون عاليه العام الجاي الى اعتمدوا التعليم عن بعد. هذه الهضره اللي عندي انا، كونتر التعليم عن بعد نهائيا نهائيا، ما عنديش مع التعليم عن بعد وغنبقى كونتر التعليم عن بعد حتى الموت. واخا بالنسبه لماده الاجتماعيات اليوم قالت لك بانه جاتهم سهله. جات سهله حيت حفظت لي وجدت ليها راه 3 شهور كامله وهي كتراجع، ملي اجلوا ليها راه بكات ومرضات وبركات وعاود ثاني ناضت كتحفظ وكتراجع، يعني خدات الوقت ديالها في الحفاظه مزيان، داكشي علاش قالت لك راه جا ساهل. واخا شو الكلمه اللي تبغي تقولي؟ يقدر يوقف الاستاذ ويعاود يشرح لي، وفي الدار كاين الام اللي ما قاريهاش اش غدير مع ولدها مسكين، ما حنا مع ولدها اش غدير له، كتبقى مقابله النهار كله مع الدار ما يدارش طعام الحاضيه حتى يكمل ولا ما يكملش. الله يصوب اش نقول لك، الله يصوب بصراحه، بغينا قرايه حضوريه ولا كي قال الدريه قبيله ولا سنه بيضاء. واخا كيفاش جاك التعليم، كيفاش جاوك الامتحانات هذا العام هذا، واش في المستوى ولا صعبوا معاهم؟ واش الامتحانات دابا؟ الامتحان ديال بنتي باقا ما خرجاش باقا ما عرفتش شنو كاين يعني، ولكن بنيه راه قالت صافي يعني في المتناول اللي حفظ راه لقى زعما راه عرف ما يدير. بارك الله عليك.